باش نطالب بالفوز هذا في كل مؤمن وهذه كورة ولكن نقول يلزم نلعبوا كورة باش يربحوا لكن إن شاء الله نكملوا إن شاء الله أي عندك صغيرات أول حاجة أنا بقولها راهو ديما راهو المدرب تاع الفريق هو أقرب واحد للفريق وهو اللي أولى بالفريق وهو اللي يعرف أكثر من الناس معناها اللي راهي قاعدة تتفرج راهو خاطر ساهل ياسر أنا هنا قاعد تقول لا هذه لا تكتيك هذه غلطة حق اللاعب هذا حق اللاعب الآخر يا مين استنى انا عايز كل الاولاد هذا اسمه ايش غير شعر كل يتحملوا مسؤوليه مسؤولين الكل يتحملوا المسؤوليه ناس تدبر في روسها تاخذ في الباكو بتاعها ما يهمهاش تونس تربح ولا تخسر ما يهمهاش كل واحد يضرب على مصلحته ما عندناش كورة وما عندناش جوارات وما عندناش انترونيرات وما عندنا حتى شيء بطولة تاعنا كما قلت نرجع ونقول لك ضعيفة ياسر دون المستوى حتى مش نعملوا حاجة كي بارتي معناتها تفرح حتى نخسروا فيها وتفرح كلاعب وكواهن ما عندناش حتى بنما قاعدة تولي اللي هي ضعيفة والكورة في العالم مجمع قاعدة تتطور والمقاييس قاعدة تتبدل معناها يجي وقت باش لافريك راهي تهز كوب دي موند راهو معناها سافا فينير لو طون اللي لافريك بدا باش تهز كوب دي موند على خاطر الكورة اللعبة الشعبية رقم واحد في العالم. نوريك عندي بعد كلهم جرايد هذوما معناها نفكر هذيا ضد هذيا اسمه الوزير شابو التفولة وقتها. علاش المدرب التونسي ما ينجحش مش معناه ما عندناش كفاءات هاو نشوفوا اللي ده صغار توا طالعين وتنعطيك علاش اللي عشته انا خطر المعاملات مع الاغلبيه نتاع المدربين يخافوا من الجمعيات الكبار يخافوا من الملاعبيه الكبار وديما الفيدراسيون تحط خشمها معاها اور انا نقول المدرب التونسي ثم كفاءات لكن ناقصين شوية شخصية.